راح يكون يعني من المع التميز، حيث أقام مركز المتميزين على مدرج الباسل في جامعة تشرين ندوة لحالة فريدة من التميز والإبداع، متمثلة بالطفل يوسف البالغ من العمر 10 سنوات والقادر على إجراء عمليات حسابية معقدة. تفاصيل أوفى بتقرير مراسلتنا باللاذقية علا ناصر. ضمن استراتيجية هيئة التميز والإبداع، أقام مركز المتميزين على مدرج الباسل في جامعة تشرين ندوة لحالة فريدة من التميز، متمثلة بالطفل يوسف البالغ من العمر 10 سنوات والقادر على إجراء عمليات حسابية معقدة بطريقة شفهية وبسرعة كبيرة. هلا اذا مثلا عرفتك انه الجذر التربيعي لعدد، هو بندور على عدد بنضربه بنفسه بيطلع نفس العدد. ال 144 شو جذرها؟ 12. كيف حسبتها؟ ضربت 2 ب 12 بيطلع معي 24، وبضربها ب 6 بيطلع معي الجواب هيك. برافو. انت اذا اعطيتك اعداد اكبر من هيك كمان فيك تلاقي. طب 11 ضرب 23 253. وشو سويت؟ كيف شو سويت حتى طلعت الجواب؟ ضربت 20 ب 11 بيطلع معي 220، وضربت 3 ب 11 بيطلع معي 33، بجمع 220 مع زائد 33 بيطلع معي الجواب. برافو. يعني بتمنى ما نشوف عمل يوسف معنا عمليات حفظية، هي مهارات تفكير عليا، عمليات حسابية عم ينجزها بزمن قياسي. من تو شفنا أثناء المحاضرة طلاب المركز الوطني المتميزين كان لهم لقاء مع هاي الموهبة السورية لنضوي عليها، وتكون قصة هاي الموهبة رح يكون إن شاء الله لها عناية خاصة، برنامج خاص ممكن يوسف يمثل سوريا في بطولة كأس العالم للحساب الذهني. يعد التأهيل والتدريب العلمي والعملي والتثقيف من أهم السبل المتبعة لدى هيئة التميز والإبداع لتطوير مواهب التميز وتنمية مهاراتها في كسب المعارف الجديدة والتعامل معها في إيجاد الحلول وبلوغ مراحل الابتكار. الصف الثاني الجداول الضرب البسيطة طبعا ما بيعطوني هاي كلها، والحمد لله لاحظنا انه فورا تفوق بهالمجال، اخذ الجداول تبع الصف الثالث كمان وتفوق فيها الحمد لله. بلشنا نحن بالبيت مش شفنا عنده هالاستعداد، بلشنا بقى نحن نشتغل شو على الشيء الاكبر، فالاكبر لاحظنا انه الحمد لله كمان استيعاب معه ممتاز الحمد لله، فبلشنا كمان. فلما وصلنا السنة على الصف الرابع قلت أنا بدي أشوف يعني جهة مسؤولة معينة ترعى هالطفل وتهتم فيه، ممكن نحن طرقنا تكون مثلا قديمة أو هيك، فلجأنا لإدارة المتميزين، معهد المتميزين. اللي شمعوا رقمين ضرب، لاحظت إنه أول شيء يعطيه مثلا 10 ضرب 12 فيه رقم فيه صفر، يعطي نتيجة مباشرة يعطيني 120، مثلا 10 ضرب 30 10 ضرب 25 يعطي نتيجة. آخر شيء صرت أعطيه أرقام مثلا 11 ضرب، زد له للعشرة واحد صار 11 مثلا ضرب 20 يعطيني 11 ضرب 22، وهكذا صار يعطيني نتيجة كويسة وتعلم هيك بهالطريقة. تأتي البرامج العلمية الموازية في المركز الوطني للمتميزين وفق سلسلة ترافق طلاب المركز على مدى العام الدراسي كتجسيد للإبداع في التميز من أجل تنمية المواهب وصقلها.